معجزة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل حماستك إذا تنبأ أحد تفاصيل شيء بعد عام. مرور ذلك العام حدث ما تنبأ به تحديدا. في هذا الفيديو سوف تشاهد حدثا تم التنبؤ به منذ 1400 عام وقد تحقق في أيامنا هذه. أخبرنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن نبوءات بدأت بالتحقق في عام الهجري 1400، وهو فيما يعتقد زمن ظهور المهدي المنتظر. وإحدى هذه النبوءات هي كسوف وخسوف الشمس والقمر في رمضان. لمهدينا آيتان لم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض. ينخسف القمر لأول ليلة في رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه. كسوفات الشمس والقمر هي ظواهر فيزيائية طبيعية حدثت كثيرا في تاريخ الأرض، إلا أن الخسوف الموصوف في الفقرة لم يسمع عنه من قبل، ولكن هذه الحالة التي لم يسمع عنها من قبل قد حدثت بالفعل مؤخرا ولمدة عامين متتاليين. كان هناك خسوف عام 1981 أي 1401 هجريا في 15 من رمضان، وكسوفا للشمس في 19 من رمضان، وحدث في العام التالي عام 1982 أي 1402 هجريا كسوف للقمر في 14 من رمضان وكسوف للشمس في 12 من رمضان. وعلاوة على ذلك تكررت نفس السلسلة بشكل مطابق عام 2003. خسف القمر في منتصف شهر رمضان 2002 1423 هجريا وتبعه كسوف ب 15 يوما. وفي عام 2003 1424 هجريا خسف القمر مرة أخرى منتصف شهر رمضان. خسفت الشمس بعدها ب 15 يوما كغيرها من علامات آخر الزمان. كسوف وخسوف الشمس والقمر في خلال 15 يوما يعد نذيرا بقدوم المهدي المنتظر كما أخبرنا أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، يتم العمل على إخفاء معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فحدوث مثل هذه الأحداث في فترات زمنية قصيرة هو تحديدا ما وصفه محمد صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين، ووقعت النبوءات بالشكل الذي تنبأ به. وكما وصف في حديث آخر، وبينما يحاول بعض العلماء إخفاء معجزات محمد صلى الله عليه وسلم عن الناس ولا يأتون بذكر الدجال وعلامات ظهور المهدي المنتظر، وهذا يعد مخالفا للضمير، وبالرغم من محاولات إخفاء العلامات التي يحاول العلماء إخفاؤها، إلا أن كل علامة تظهر تعلن عن حقيقة هامة للغاية. المهدي المنتظر بيننا،